عنا بصلواتهم عنا. النهاردة 15 بابا استشهاد القديس بندلة أمون الطبيب، وزي ما سمعنا في السنكسار ان هو كان بيشتغل طبيب للملك ماكسيميانوس ورفض ان هو يترك الإيمان، علشان كده قدم حياته شهادة وقدم راسه وحياته كلها لاسم السيد المسيح. ولما بيبقى عندنا استشهاد قديس من الكنيسة الشرقية، الكنيسة وضعت لنا القراءات اللي احنا اتقرت علينا النهاردة، البولس والكاسيليكون والإبراكسيس، وإنجيل النهاردة هو إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح العاشر من آية 21 إلى آية 24. وفي الإصحاح لوقا 10 كان السيد المسيح اختار 70 رسولا غير 12 تلميذ وأرسلهم للكرازة لليهود وللأمم الساكنين معاهم. ولما رجعوا الرسل من تبشيرهم جاءوا للسيد المسيح، كانوا فرحانين جدا بفرح عظيم، وابتدأوا يخبروه بنجاحهم في الكرازة بتاعتهم وازاي ان هم نجحوا في المهمة بتاعتهم، وكان فرحهم عظيما جدا بعمل المعجزات وخصوصا بخضوع الشياطين لهم ومعجزات اخراج الشياطين اللي هم عملوها باسم السيد المسيح، لانهم بكده قدروا ان هم يخلصوا الناس من قبضة الشيطان. ولكن السيد المسيح قال لهم لا تفرحوا بهذا، ولكن افرحوا ان اسماءكم قد كتبت في ملكوت السماوات. طبيعي ان السيد المسيح له كل المجد يقابل نجاحهم دون بفرح عظيم ايضا، لان السيد المسيح نفسه ما بيفرحش الا بتمام قصده او مقاصده السامية واتمام مشيئته، فلما مشيئته دي بتتنفذ هو بيكون فرحان. علشان كده انجيل النهاردة بيتكلم عن فرح السيد المسيح بالبشارة الانجيل وابتهاج المخلص بنجاح الانجيل اللي هي البشارة المفرحة، وكمان عن سر هذا النجاح، وكمان عن تطويب الذين يسمعون كلام الانجيل. ففي نجاح الانجيل السيد المسيح ابتدى يقول وفي تلك الساعة تهلل يسوع بالروح القدس وقال أشكرك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال الصغار. نعم أيها الآب، لأن هكذا صارت المسرة أمامك. الحقيقة أن الكتاب المقدس والإنجيل دايما كان بيتكلم عن السيد المسيح أن هو بكى، وورد كتير أن هو بكى، بكى مرات كتيرة، بكى مرة على قبر العازر، وبكى على أورشليم وعلى خرابها العتيد إن هو يحصل. ولكن لم يذكر أبدا الكتاب المقدس إن السيد المسيح تهلل إلا في الموضع ده، يعني دي المرة تقريبا الوحيدة اللي ذكرت إن السيد المسيح فرح وابتهج. ولما السيد المسيح لما فرح وابتهج هنا ما فرحش بسبب دواعي عالمية أو أفراح عالمية، ولكن كانت أفراحه أفراح روحية. السيد المسيح فرح وابتهج بسبب فوز الخطاب الخلاص، وفرح وابتهج لقبول الضعفاء والجهلاء لبشارة الإنجيل في الوقت اللي رفضها الحكماء والفهماء من شعب بني إسرائيل. عشان كده يقول وإذ تهلل بالروح وقال أشكرك أيها الآب. هنا في حمد أو في شكر، ولكن الشكر هنا ما كانش المقصود به الشكر على الإحسان، ولكن هو شكر لما السيد المسيح بيكلم أبوه السماوي وبيقول له أشكرك أيها الآب. هنا بيشكر على إعلان الرضا عن مشورة الله في خلاص البشرية، وإن هنا أكنه بيقول لأبيه السماوي، بيقول له حسنا أنك فعلت، إذ إن الذين كانوا حكماء في الأمور الدنيوية وفي ظاهر الشريعة كانوا فاهمين زي الكتب والفريسيين،
دول ظنوا في نفسهم ان هم فاهمين كمان في الروحيات، وهم في الحقيقة كانوا يجهلونها كل الجهل. هم ادعوا المعرفة الروحية وادعوا ان هم حكماء وفاهمين. هؤلاء السيد المسيح أخفى عنهم بشارة الإنجيل، ولكنه أعلنها للضعفاء والمساكين اللي مقصود بيهم هم مين؟ الرسل السبعين والتلاميذ اللي حسبهم الناس إن هم أطفالا في الحكمة والفهم. هم قدام الناس ناس بسطاء في العلم، بسطاء في المعرفة، ولكن هم كانوا أغنياء في الإيمان. هم حسبوا أنفسهم مساكين وفقراء وعميان. عشان كده تلاقي بولس الرسول بيقول: بل اختار الله جهال العالم ليغزي بهم الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليغزي الأقوياء. ويقول يعقوب الرسول: أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه. عشان كده هنا السيد المسيح نسب هذا التصرف الآب إلى مسرته، إلى فرحه، إنه اختار بسطاء الناس في الإيمان. وربنا لما بيختار حد، ودي قضية مشهورة، اشمعنى اخترت يعقوب وابغضت عيسو؟ ربنا بعلمه السابق بيشوف قلب الانسان، وبيشوف الزمن كله والمستقبل كله باين قدام ربنا. وربنا عارف ان الانسان دون لما هيسمع البشارة المفرحة هيخلص، وهيسمع كلام الله ويطيع كلمة الحق. وفي واحد تاني مهما اتكلمت معاه كبرياءه يمنعه ان هو يقبل هذا الكلام. علشان كده نلاقي ان مسرة الله ان هو يعرف الضعفاء، وازاي ان ربنا اختار الضعفاء ليغزي بيهم الاقوياء، واختار المساكين عشان يغزي بيهم الاغنياء. فده كان فرح ربنا يسوع المسيح بانتشار الكرازة ما بين مين؟ مش بس ما بين الناس الضعفاء، لكن كمان هو أخفاها عن الناس المتكبرين في أعين أنفسهم اللي هم الكتبة والفريسيين. النقطة الثانية اللي هي سر نجاح الإنجيل، بيقول كده: والتفت إلى تلاميذه وقال: كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف من هو الإبن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يعلن له. هنا السيد المسيح قال كده ليه؟ قال لألا يظن أن قدرة السيد المسيح لا تتعدى إخراج الشياطين، ولكن هو صرح ليهم بأن كل شيء قد دفع إلي من أبي. كل شيء دفع إلي من أبي، الآية دي بتفيد حاجة مهمة، إن الإبن مساوي للآب في الجوهر. الإبن مساوي للآب في الجوهر، وكمان مساواته بتكون في سائر الكمالات الإلهية. يعني الإبن ليس أقل من الآب، ولا الابن أقل من الروح القدس، ولكن التلاتة متساوين في الجوهر. لو بحثنا في جميع الأسفار المقدسة في العهد القديم، مش هنلاقي واحد من الآباء القدماء أو الأنبياء أو القديسين أو الرسل قدر يتجاسر إن يقول هذا الكلام اللي معناه إن اللي بيتكلم بيه هو الله نفسه. عشان كده في أدلة كتابية كتيرة متوفرة على إن السيد المسيح دفع إليه سلطان من الله الآب. مثلا في أدلة كتابية
على سلطانه على الأمم وسلطانه على الحياة وسلطان السيد المسيح في الدينونة أيضا وسلطانه على الكائنات، حتى كمان سلطانه على الوراثة كل شيء، إن هو سوف يرث كل شيء. فلو قلنا مثلا سلطانه على الأمم جميعا بيتضح في الآية اللي قالها دانيال النبي عنه، قال كده دانيال في دانيال 7:13-14، قال كده: كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحاب السماء مثل ابن الإنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لن ينقرض. فإذا سلطانه هنا كان على الأمم، وسلطان السيد المسيح أيضا على الحياة وعلى الدينونة. والسيد المسيح نفسه أكد كده وقال عن نفسه في يوحنا 5:21-22، قال كده: لأنه كما أن الآب يقيم الموتى ويحييهم، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء، لأن الآب لا يدين أحدا بل أعطى كل الدينونة للابن. ولما نقول كل الدينونة، كلمة كل هنا معناها أنه هو مساوي للآب في الدينونة. إذا كان الآب هو الديان العادل، الابن أيضا هو الديان العادل لأنه مساوي للآب في كل الكمالات الإلهية. من حيث بقى خضوع الكائنات له، بيقول كده معلمنا بولس الرسول: لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة، ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض. وأخيرا ورثت لكل شيء، وده البولس اللي موجود في عبرانيين 1:2 اللي بنقراه، البولس اللي بنقراه في عيد الميلاد، اللي بيقول فيه إن الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء. وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين أو العالمين، العالم الظاهر والعالم الغير ظاهر. عشان هنا كده السيد المسيح بيقصد بقوله كل شيء قد دفع إلي. هنا كان بيوبخ كل الناس الحاضرة بإعلانهم إن هو قد تسلم من أبيه كل شيء. وقلنا كل شيء مش معناه إن الناس هنا كانوا فاكرين إن السيد المسيح فقط أعطاهم سلطان إن هم يخرجوا الأرواح الشريرة، لكن السيد المسيح له أيضا سلطان على الأمم، سلطان على الموت والحياة، سلطان على الكائنات، سلطان إن هو ورث كل شيء من الآب السماوي. إذن هو الله الظاهر في الجسد. ويكمل السيد المسيح كلامه ويبين إن الآب وحده هو الذي يعلم سر تجسد الابن. الله الآب هو الوحيد اللي يعرف سر تجسد الله الابن تمام العلم وتمام المعرفة، وإنه لا أحد يستطيع إن هو يدرك حقيقة السيد المسيح إن هو ابن الله أو ابن الإنسان إلا لما يطلب من الآب اللي هو يعرفه ما لم يعلمه الآب. عشان كده بيكمل ويقول: ولا من هو الآب إلا الابن. يعني محدش يقدر يعرف مين هو الله الآب إلا الله الابن، ومين حد يقدر يعرف الله الابن غير الله الآب. بمعنى إن إزاي أنا المحدود أدرك الله غير المحدود؟ ده لازم الله هو اللي يعلن لي عن نفسه، فلابد أن يكون ذلك بواسطة مين؟ الله الإبن. عشان كده نلاقي يوحنا بيقول: الله لم يره أحد قط، الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو إيه؟ هو خبر. علشان كده الإبن هو الذي يعلن الآب للبشر، يعلنهم يعني إيه؟ يعني السيد المسيح هو الوحيد
اللي يقدر يعرفنا الله الآب إن هو إلها رحوما، إلها رؤوفا، إلها محبا للخطاة وغافرا لخطاياهم. ولكن ليس الابن وحده هو الذي يعرف الآب ويعلنه للناس، بل أيضا من أراد الابن أن يعلن له الآب مقصود بها اللي هيطيع مين؟ اللي يطيع السيد المسيح. وينتهي نص الإنجيل بتاع النهاردة بأن هو يطوب الناس اللي بتسمع الإنجيل، وده الجزء اللي الكنيسة أخدته وحطته في أوشية الإنجيل. في كل مرة أبونا يجي يصلي أوشية الإنجيل يقول كده: لأني أقول لكم إن أنبياء وأبرارا كثيرين وملوكا أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع. والمقصود هنا بالعيون مقصود بها عيون الإيمان، إن إحنا بالإيمان نقدر إن إحنا نرى شخص ربنا يسوع المسيح، ونقدر إن إحنا نعاين أمجاد السماء. ربنا قادر أن يعطينا عين الإيمان هذه، ويعطينا أذان تسمع وتعمل، ولإلهنا المجد الدائم أبديا أمين. أغنية خنوم اسميني.